تصريحات نتنياهو وتصميمه على تغيير، يعني هذا التصريح بتغيير الشرق الأوسط، ربطا بتعثر المفاوضات التي تخص مختلف الجبهات، ماذا يعني هذا؟ نعم، صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين والمشاهدات. أنا برأيي هذا أيضا يعكس صورة من الغباء السياسي. إسرائيل من مصلحتها أن تفصل ما بين الجبهات، يعني جبهة غزة وجبهة لبنان والجبهة مع إيران والجبهة مع العراق، لكن تصريحه يصب في عملية توحيد الجبهات، وكأنه هذه الجبهات يعني وحدة واحدة. وبالتالي هذه التصريحات أنا برأيي إذا بنأخذها بشكل معاكس هي فعلا يعني تخدم هذا محور المقاومة ومحور الممانعة الذي فعلا يمتد من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن إلى غزة إلى كل هذه النطاقات. هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني التحليلي أنا برأيي في شكل من أشكال التشبيح كما نقولها باللغة الفلسطينية يعني العامية، يعني هو يحاول أن يوصل أن المرحلة أن الحرب لم تنتهي وأن إسرائيل أمامها مهام عظيمة في منطقة الشرق الأوسط وأن إسرائيل قادرة على تغيير المعالم الجيوسياسية والجيواقتصادية لهذه المنطقة، وهو يدرك تماما أن إسرائيل يعني تتمخطر في هذه المنطقة بدعم أمريكي وبدعم غربي، وبالتالي يحاول أن يوصل رسالة للإدارة الأمريكية أن المعركة لم تنتهي، يحاول أن يوصل رسالة للرأي العام الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يخوض معركة على أكثر من جهة، ويحاول أيضا أن يستغلها لاعتبارات يعني حزبية ضيقة ولاعتبارات يعني شخصية في هذه المرحلة. والأهم من كل ذلك وكأنه يقول نحن لسنا جاهزين للمفاوضات وأن أجندة الحرب وأجندة يعني الدمار ما زالت هي الخيار أمام نتنياهو في هذه المرحلة الحساسة في الحديث طبعا عن صفقة إما في لبنان أو صفقة في غزة. حضرتك تحدثت دكتور أيمن عن أن تصريحات كهذه هي تخدم يعني مثلا يعني محور المقاومة كما تفضلت، كيف؟ يعني تخدم من ناحية توحيد الساحات، يعني خطاب هذا المتشدد والخطاب الراديكالي أنه قادر أن يخوض معركة في غزة وها هو أسكت حزب الله وقادر أن يوجه ضربة إلى إيران وتهديدات أيضا ليل نهار لبعض الجماعات في سوريا والعراق واليمن، وبالتالي كأنه يقول أنه نعم خلي هذه الجبهات تتحد وأن إسرائيل يعني قادرة أن تخوض هذه المعركة في هذه المرحلة، لكن أيضا في هناك يعني رسالة مسمومة في هذه التصريحات وهي أن إسرائيل ستستمر في المعركة، ما فيش هناك أفق سياسي، ما في مسار سياسي، ما في صفقة سياسية. وفي نفس التصريح كما تفضلتم من خلال قراءة هذه التصريحات أو تفسيرها أن إسرائيل قادرة ألا تخضع للابتزاز أو الضغوطات التي تمارس عليها سواء من الإدارة الأمريكية أو من بعض الدول الغربية، وكأنه يعني دولة لوحدها عندها خياراتها الداخلية وخياراتها الخارجية، وأن إسرائيل دولة وظيفية في نهاية المطاف لا يمكن لها أن تتحرك في المنطقة أو في العالم بدون هذا الدعم المقدم من الأمريكان ومن الغرب. طيب.